بنرجع نحكي على هذا المكان كمبنى وكذاكرة كان عندك علاقة فيه بالتأكيد قبل ما يكون جزء من مكان أنت بتديريه. أي هاي العمارة بتخيل مرتبطة بذاكرة كل نصراوي ونصراوية، كلنا وإحنا صغار زرناها تعلمنا فيها فنون والشعر مظبوط. هاي العمارة هي بيت توفيق معمر اللي هو من أوائل المحامين في الناصري، اللي لما توفى ترك العمارة كلها لمجلس الطائفة الأرثوذكسية في الناصري، وكان عنده شرط عملياً لما ورث المجلس العمارة إنه هذه العمارة تظلها مفتوحة، يظل مبنى لخدمة الجمهور لسنوات. المجلس فعل المكان كبيت الكاتب، بفكر ذاكرتنا مع المكان من صح. بيت الكاتب اللي هو كان فيه ورشات، كان فيه مكتبة، كان فيه دورات موسيقى وفنون، وكان محل كثير فعال. من بعد بيت الكاتب تحول المبنى لدارة الثقافة والفنون، اللي كمان كان مركز ثقافي مركزي في السوق في البلدة القديمة في الناصري، كان فيه جاليري، كان فيه معارض، أمسيات ثقافية، ورشات وإلى آخره. ومن سنتين تقريبا أو أقل شوي دارة حنان اللي هي مؤسسة جديدة أخذت المكان، يعني استأجرت المكان عملياً وفتحته من جديد. كمان شهر بصير لنا سنة كمركز ثقافي للأطفال في مدينة الناصري. قبل ما ننتقل لشو بتعمله اليوم بدي نحكي شوي عن والدتك دكتور حنان كركبيه جرايسي، يعني الله يرحمها اولا، ولكن كل هذا المشروع ولد هناك. شو كان قبل اللي احنا عرفناه كجمهور واسع؟ حنان كانت امي، وغير انها كانت ام رائعه، هي كمان كانت باحثه وكاتبه في مجال الاستشاره وادب الاطفال، تخصصت بشكل خاص في دراسة الحكاية الشعبية الفلسطينية، الخرافي الفلسطينية، وأرشفتها ونقدها، ويعني قضت كتير وقت في التفكير والكتابة على كيف إحنا بنحافظ على هذا الموروث كجزء من موروثنا الثقافي والإنساني والشعبي للمجتمع الفلسطيني. وهي كانت ناشطة سياسية وناشطة مجتمعية، كانت عضو مؤسس في كتير جمعيات أهلية موجودة اليوم في الداخل. ويعني لما توفت تركتنا مع مخزون كبير من الكتابات، من الأبحاث، وكمان رغبة في إنه نكمل مسيرتها، في إنه نحييها، نستذكرها، نتذكرها، نكمل طريقها. ويعني من هاي الحاجة تبعتنا بالأول كعائلة، بعدين كأصدقاء، بعدين كمعارف، خلقت دارة حنان اللي هي مكان اللي بيشبهها بحلاوته، بروحه الحلوة، إنه مكان مضياف ومفتوح للجميع وأوثنتك، فيه أصالة وفيه أصالة، وفيه كمان يعني الثقافة العربية الفلسطينية موجودة، اللغة موجودة. وهذا المكان هو مؤسسة يعني عملياً لخدمة الجمهور، جمهور الأطفال في الداخل. اليوم كتير بتنقصهن هاي المساحات المفتوحة، المساحات العامة، المساحات الحلوة الممتعة الآمنة. يعني بلادنا كلها زي ما يعني كلنا منشوف هي بلاد مكتظة بدون ساحات عامة، بدون يعني مكتبات كبيرة وبتعطي خدمات على المستوى المطلوب. والدارة أجت من جهة لتعبي هذا النقص عملياً في هاي المساحات في بلادنا، ومن جهة تانية أجت عشان تركز على العلاقة أو على بناء العلاقة بين أطفالنا وبين القصة، قصة بلغتهن الأم بالبداية عشان يتعرفوا على القصص. قد كان في حلم عند حنان نفسها والدتك انها تكون عم بتدير هيك مكان، ولا انتم خلقتوا هاي الفكره لاستذكارها؟ او هي دائما كان عندها مشاريع اللي كانت تشتغل عليها باليوم يوم، ومشاريع للتقاعد. فواحده من مشاريع التقاعد اللي دائما كانت تحكي فيها هي هذا الحلم بمساحه من هالنوع اللي فيها كتب باللغه العربيه بمستوى عالي لاطفال بجيل الطفوله المبكره، اللي لما انت تبدا تبني علاقتهم مع اللغه ومع ثقافتهم من جيل صغير، هاي العلاقه بتكمل معهم، هاي العلاقه بتعطيهم ادوات
كمان على المستوى المهني والأكاديمي، بس كمان على المستوى الإنساني، في التواصل مع الآخرين، في التعبير عن حالهن، في إنهن يحكوا قصتهن الخاصة، في إنهن يحكوا قصتنا كمجتمع، قصتنا كشعب، بإننا نعرف نتواصل مع بعض. يعني أنت خلقتي في بيت أحد بيقول لك أنقل القصة، والوالد رجل سياسي من أول حياته ورئيس بلدية الناصر لسنوات طويلة، لا شك إنه هذا الدمج أنتجك هيك بشكل مختلف. يعني احنا ترباية امي وابوي بس يعني امي من جيل صغير القصة كانت جزء اساسي من تربيتنا، موجودة بكل محل، موجودة في المطبخ وفي الصالون وفي غرفة النوم وفي الحمام، مش بس قبل النوم. والقصة امي كانت تآمن انه هي كمان اداة يعني للتواصل مع الاطفال، اداة لاعطاء الاطفال ادوات للتواصل مع الاخرين، اداة مرات لحل المشكلات مش بالضرورة بشكل مباشر، بس القصص بتعطينا كتير قيم، بتعطينا خيال، بتطور خيالنا، بتطور امكانيتنا انه نفهم حالنا اكثر، نفهم الاخرين اكثر. فالقصص هي عالم كامل يعني، وامي كانت دائما تستعمله بكل الوقت. تتذكر في فترة بحياتك بمراهقتك، في الواحد فينا بجيل النضج أو بداية النمو وهو بيكبر بصير يتمرد على الأمور اللي بيقولوها أهله، لو مين ما كانوا أهله، لو قديه اللي فعلا كفؤ إنه يعطوه مواد. في مرة كنت تقولي يمكن أمي شايفة شيء أنا بدي أكون جزء منه، بدي أروح أشق طريق مختلفة. بتخيل كلياتنا بنمرق بهاي المرحلة، بس لما بنصير أميات وأبيات كثير مرات بنصير نفهم من وين اهلنا اجوا وليش كانوا يقولوا اللي يقولوه، يمكن بنتفهم كمان تمردنا في حينه، بس بالاساس بنصير نفهمهم اكثر، فمع الوقت الواحد بصير ينسى هاي لحظات التمرد اللي كانت عنده، وبصير اكثر يتفهم يمكن موقف الاهل فيها. بس لا شك يعني كلنا مرقنا بهاي المرحله. اليوم لا شك انه عندي كمان مسار مهني مختلف، انت مدير مديرة شريكي في سيكوي، مبارك هذا المنصب الجديد، ولا شك انها جمعية لها وزنها في المجتمع المدني في الداخل. هناك محل ثاني طوشي بس ثاني. مظبوط، انا مش جاي من المجالات المهنيه اللي دارة حنان عمليا تدعمها وبتطورها، انا محامي بتعليمي، بشتغل على تغيير السياسات والمساواه للمجتمع العربي في الداخل، بس شوي شوي كلياتنا يعني عمليا فتنا على هذا العالم، حبيناه، عالم الاطفال، عالم القصه، هو مش عالم بعيد عن حياتنا اليوميه، بس تعلمناه، واحنا كثير كثير محظوظين بانه معنا مجموعه من المهنيات والمختصات عمليا بمجال الاستشاره وادب الاطفال اللي هن جزء من الهيئه الاداريه، اللي بيرافقوا عمل الداره من قبل تاسيسها، واللي حطوا التصور والاهداف تبعتها بما يتماشى مع رؤيه امي الاكاديميه والمهنيه والانسانيه، وكمان يعني كل واحده منهن جاي من مجال مختلف مع معرفة كتير كبيرة، اللي كلياتهم كانوا أكثر من سعيدات بإنهم يحطوها في هذا المكان لخدمة كل أهل البلد. في تقاطع بس أنا شايفه بين العالمين، يمكن توافق عليه معي أو لا، صبية محامية عم بتغير السياسات أو عم بتناضل من أجل تغيير السياسات، وبالمقابل كمان عم تحكي عن مستقبل أطفال. إحنا بنوعى ساعتها مجتمعنا العربي والمشاكل اللي فيه اللي بتخلينا عم نستصعب إنه نربي طفل فيه، أو عم نقول هاي مش أفضل شروط ليكبر فيها إنسان بهاي الظروف. عم طلع على إشي على كمشروع كامل يعني، هيك النظرة تبعتك عم بتكون أكثر من بعيد. يعني لا شك إنه أطفالنا في الداخل بيعانوا من التمييز اللي بنعاني منه كمجتمع بشكل خاص، يعني التمييز بيبدأ من الصفر، بيبدأ من الخدمات الصحية اللي بتأخذها أو بتأخذهاش الأم العربية في بلدة عربية مقابل اللي بتأخذها الأم اليهودية، من مؤسسات التربية والتعليم، الحضانات، الروضات، النقص في الروضات، النقص في من يعني في خدمات أساسية في هاي الروضات بسبب التمييز الممنهج ضدنا كمجتمع عربي. بعدين بنفوت على المدرسة، مدارسنا كمباني بالأول هي مختلفة تماماً عن المدارس اليهودية، بعدين من ناحية مناهج، بعدين من ناحية قديش ثقافتنا ولغتنا موجودة، من ناحية أمان في الشارع، مساحات عامة، طفل بيواجه التمييز من جيل صفر. فعملياً يعني الكفاح من أجل إنهاء هذا التمييز على عدة مستويات هو نفسه
احنا بنشتغل مجتمعيا، احنا بنشتغل مع الاولاد، احنا بنشتغل لنوفر لهم كمؤسسات مستقله هاي المساحات، لانه الدوله ولانه اليوم يعني الحكم المركزي مش عم بيوفر هاي الاطر، ويعني سلطاتنا المحليه بسبب التمييز الممنهج ضدها كمان مش عم تقدر انها تكون يعني انها تعطي هاي الخدمه كما يجب. فبتيجي مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينيه عشان تغطي هذا الفراغ، وجزء كبير منها بيشتغل على يعني مشاريع مجتمعيه اللي يمكن لو كنا موجودين في مكان اخر كان بنكون بغنى عنها على الاقل على المستوى الاهلي. تجاوب رائع، يعني ايام السبت في الدارة هي مهرجانات، الأهل والأطفال بيجوا مبسوطين، بتعاملوا مع المكان بطريقة كتير حلوة، بيحترموا المكان. يعني بتعرف في البداية من قد ما إحنا صرنا فايتين في موضوع العنف والتخريب وكذا في مجتمعنا، بيكون في مرات تخوف إنه أوكي أنت عامل محل كتير حلو، محل فيه كتب، طب هاي الكتب بدها تتمزع شو بدنا نعمل؟ لحد اليوم الناس بتيجي، المحل مفتوح للجميع طبعا بدون تسجيل مسبق بدون تكلفة، بتفوت عشرات ومرات مئات يعني أسبوعيا على الدارة، المكان مثل ما فتحناه. وأنا بآمن يمكن أنه هذا مثال أنه لما المكان بيحترم زواره الزوار بتحترمه، فيعني وهذا مثل لشو ممكن يكون لو بلداتنا ولو شوارعنا ولو كذا أعطتنا شو إحنا بنستاهل، كيف إحنا كان ممكن نتعامل معها. قد بأخذ منك وقت أسبوعيا هذا المكان؟ كثير وقت في المكان وقت تفكير، يعني الدارة كل الوقت في راسنا كلنا، الهيئة الإدارية وعائلة الدارة، احنا صرنا عائلة، كل الوقت بنفكر. يعني بنينا المكان، حطينا أهداف، جزء منها عم بيبدأ يتنفذ، جزء منها بعده يعني طور التفكير والتنفيذ وتطوير الموارد. فإحنا بنحلم بكبير وبنفكر خلال الأسبوع، بنهاية الأسبوع جمعة وسبت إحنا دائما موجودين، مرات خلال الأسبوع بدينا مؤخرا نستقبل مدارس، فكمان يعني استقبال المدارس هو مش استقبال لمجموعات كبيرة، هو استقبال لصف صف. إحنا بنعمل تحضير مع المعلمات، إحنا بنفهم شو احتياجات الصف، شو رغباتهن، كيف بيفكروا انه الاولاد رح يكونوا مبسوطين. يعني بنحضر كثير قبل كل ورشه، بنشتغل مع مايا مديره المشاريع في الداره، مع رولا المسؤوله عن المشغل، بنحضر برنامج متكامل. فهذا كل برنامج هو تجربه من ناحيتنا احنا، يعني بعدنا بنعد حالنا بفتره تجريبيه، فكل برنامج بنحاول نجدد، بنحاول يعني نستخلص العبر. شو ابرز عبر تم استخلاصها من المشاريع الاولى بالسنه الاولى؟ اول شيء قديش في حاجه لهيك مشاريع بالبلد، وقديش في تجاوب، يعني الناس بدها هيك مشاريع. تاني إشي قديش الشغل مع كل طفل بشكل شخصي بيعمل فرق. يعني واحدة من الأهداف تبعت الدارة أو من الأشياء اللي كتير مهم إلنا تصير كل مرة مع كل زيارة لكل طفل للدارة، هو إنه كل طفل أو طفلة يحسوا حالهم جزء من التجربة، يجوا على تجربة تفاعلية، يعني مش بس يجوا كمتلقين. المسرح مهم، الأفلام مهمة، العروض مهمة، بس إحنا بدنا نبني موديل، نموذج اللي فيه الولد هو دايما جزء من هذا الإشي اللي عم بيصير، هو بيعمل بإيديه، هو بيحكي، هو بيعبر عن حاله بطرق مختلفة. وقديش لما بتعطي الولد هذه المساحة الولد بيعرف يعبر عن حاله أو البنت، ويطلعوا أشياء كتير خاصة وكتير مميزة، ويطلعوا كمان بشعور حلو. الدارة لما تأسست حطينا لحالنا عائلة الدارة هدفين. الهدف الأول هو إتاحة مساحة آمنة وممتعة للأطفال وللأهل وللمهنيين اللي بتساعد على بناء العلاقة بين الأطفال وبين القصة. القصة ككتاب، القصة بلغة الأم، والقصة كمان كأداة للتعبير عن النفس، للتعبير عن الذات للأطفال، لأنهم يحكوا قصتهن وقصة مجتمعهن بالمستقبل. وطبعا يعني هذا الهدف تم تنفيذه جزئيا بوجود المكتبة والمشغل ومبنى الدارة. والهدف الثاني هو بداية سيرورة أرشفة للحكاية الشعبية الفلسطينية. لما توفت أمي تركت لنا أرشيف مخزون كبير من مئات التسجيلات بأصوات نساء ورجال فلسطينيين من مختلف البلدات في الداخل بيحكوا حكايات شعبية اللي هن سمعوها من أهلهن من أجدادهن. عندنا هاي التسجيلات في أوديو. الهدف تبعنا في المرحلة الأولى هي توثيقها،
إتاحتها لجمهور الأكاديميين المهنيين الكتاب في مجال أدب الأطفال كمان في الدارة وكمان رقمياً، وشوي شوي كمان نبدأ ننشر هذا المخزون، نبدأ نفكر كيف ممكن تطويره، كيف ممكن تجديده، كيف ممكن استعماله في كتابة قصص أطفال جديدة مثلاً أو ورشات من فنانين للأطفال ولغيرهن بهدف حفظه كجزء من الموروث الثقافي للمجتمع الفلسطيني، جزء مهم من هذا الموروث. تفضل على فضاء القصة. طبعاً هون هو مكان مخصص للمكتبة. المكتبة زي ما أنت شايف مقسمة لفئات عمرية مختلفة. في عنا هناك اليافعين اللي هو أكثر من 8 سنوات، واللي هي أصعب كأنه فئة تلاقي لها إصدارات. صحيح من أصعب الفئات. في عنا طبعاً لستة لسبعة، خمسة لستة، كمان المرحلة الصعبة كتير اللي هي برضو من صفر لثلاث سنوات، كمان هاي المرحلة من أصعب. من صفر لثلاث سنوات هي تحدي حقيقي. صحيح، لأنه أول شيء الكتب بتكون معتمدة على الحواس أكثر، بتكون صور ولمس، فبالتالي بتكون غالية كمان كتير وإنتاجها صعب، فكتير بيكون تحدي إنك تلاقي كتب مخصصة لهذا العمر. لاحظ إنه في عندك دائما في بدأ يمسك، في أحيانا بيكون صور، في أحيانا بتكون صوت موسيقى، يعني مثلا كتير في عنا أهازيج لأنه كل القصص بتكون مغناة أو فيها رايم نغمة. صحيح لأنه أنت بتشتغل على حواس الطفل. هلأ هذا المكان زي ما أنت شايف هو مخصص إنه يكون مريح، العائلة تيجي هي وأطفالها يقرأوا قصة لأطفالهم. في عنا مجموعة من الأنشطة اللي بيقدروا ينفذوها لحالهم في حال ما كان في عنا إشي منظم خاص عم بصير. بالعادة في عنا ورشات كل يوم جمعة وسبت بتكون مفتوحة للجمهور بشكل عام، مخصصة للأطفال الصغار في مرحلة الطفولة المبكرة. نقرأ قصص للأطفال، في ورشات مخصصة مثلا للربيع، ورشات مخصصة لعيد الأم، ورشات، لكن كلياتها الفكرة الأساسية إنك تعمل هاي العلاقة بينك وبين القصة، إنه القصة مش هي كتاب محطوط على المكتبة فقط، هي شيء أنا بمسكه وبستمتع فيه، بنبسط وبسمع ناس عمالها بتغني وبتعطيني سعادة ونمزح مع بعض ونفرح مع بعض. فالكتاب مش هو مرتبط في المنهج أو مرتبط في المدرسة أو مرتبط في الواجب، هو كمان مرتبط في السعادة والحميمية، وإنت وأبوك وإمك مبسوطين مع بعض، وكل هاي فكرة الحميمية، لأنه فعلا هو الأدب موجود عشان يعطيك المتعة، هو موجود عشان يخليك تحس، هو موجود عشان تتعاطف. حضرتك مديرة المشاريع في هذه الدارة، شو يعني؟ شو مخططين؟ شو عم تعملوا؟ كيف عم ترتبي مشاريعك؟ يعني الدارة كل شيء فيها جديد. احنا بنحكي عن سنتين وقادم، لكن فيها حلم كبير. يعني انا حاسه حالي جاي على العائله، مش جاي على مؤسسه. وكل فكرة الأساس كيف تطورت، أنا جاي يمكن هلأ جديدة، بس هي فيها حلم، وحلم قديم يعني، وفيها إرث، وفيها حميمية بنات وأهل وأصدقاء. فأنا حاسة إنه هو يعني إحنا عندنا هاني النواة اللي كتير مرتبة، اللي فيها تكون تحلق يعني بأماكن لا تتوقف فيها، في خدمة الثقافة، وفي خدمة القراءة، وفي خدمة المكان، في كان الناصر يعني. فإحنا بنشتغل هلأ على إنه جند مشاريع اللي هي بتخدم المجتمع اللي انت عايش فيه، تخدم التاريخ والبيئة والجغرافيا والبلد القديمة، وبنفس الوقت تخدم الفكرة الأساسية اللي هي العلاقة بالحكاية الشعبية، الهوية الوطنية. الأدب يعني واللغة هي ثقافة، فأنت لما بتعزز اللغة العربية أنت بتعزز كل الثقافة العربية. فأنت لما بتشتغل هون على أنك تعزز ثقافة عربية في مجتمع زي هاد، يعني شغلك كتير مهم، مهمة وطنية يعني في هذا البعد. صحيح، ومهمة كتير كبيرة. يعني انت عم تحط على حالك عبء كبير، بس عبء جميل يعني. والشغل مع الاطفال هو يعني ما في اجمل من الشغل مع الاطفال. بس بيقولوا يا بنجنوا منه، في ناس يا كثير بحبوه. والله انا ساعدني كثير، انا واحد من الاشياء اللي انقذني هو الشغل مع الاطفال، لانه هالقد ما كان فيه فضاء، الاطفال بيتقبلوا كل شيء، الاطفال بيسمحوا لك
تخطأ أحياناً ويضحكوا عليك وتضحك معهم وتبكي معهم وتتعاطف معهم ويتعاطفوا معك بدون أحكام كبيرة، لأنه إحنا الكبار بس نشتغل على الأحكام، أما هم بيشتغلوا على التسامح أكثر منا على فكرة. المكان شو عم بعطيكي كجو؟ شوف المكان نفسه كمبدأ، أنت زي ما أنت شايف يعني هو هو له تاريخه، له بيت الكاتب طبعا، بيت الكاتب يعني بالضبط. في كتير ناس بتيجي، أنا بستغرب إنه الناس بتيجي بتقول لك أنا بدي أشوف المكان فوق وبدي أشوف، أنا كنت بشتغل هون، كنت جيت وأنا طفل وكذا. فهي هو المكان لوحده معطي جوه ومعطي إرثه ومعطي ثقله كمان. فبس بنفس الوقت لما يكون هالقد مندمج في مكان حديث ومودرن ومريح ومصمم يعني خصيصا عشان يلائم الاحتياجات تبعت الطفل والاهالي كمان، يعني هذا كله اضافه مع بعض. يعني انا شخصيا عندي تجربتي الخاصه بالمؤسسات، بس هذا كمان هذا انا حاسه حالي جاي على قصه اكثر من اني جاي على مؤسسه، يعني هاي الفكره الاساسيه، فيها إشي حميمي، فيها إشي عائلي خاص مفتوح كثير، وكمان لانه الكل بيقدر يدخل، يعني فكره انه هو مفتوح كمان للجمهور، السياح بيجوا، ان اهل البلد بتيجي، الاهالي كعائله بيجوا، هذا كلياته بيعطي طابع اكبر من انه فقط مجرد مكاتب ومكتبه، انت عم تحكي عن مكان مجتمعي يعني عم بيتم فيه التفاعل والشغل. مشغل دارة حنان اللي هو عملياً مساحة مكملة للمكتبة. عادة أي مشروع اللي إحنا بنبدأ فيه بالمكتبة بخلص بالمشغل. أجرب أكون فهمت عليكي، بسمعك في القصة بس بعمل فعالية ملائمة للقصة. بالضبط، ملائمة للقصة. مرات بنعمل فعاليات اللي هي مثل البحث عن الكنز، فممكن قراءة القصة تكون هون بالمشغل، فممكن انه نقرا قصه بالمشغل ونعمل عليها الفعاليه كمان هنا. طبعا المساحه بتتغير كل مره بحسب الفعاليه، مرات احنا بنقعد على الارض، مرات بنحط شاشه، مرات بنمد الطاولات، فالفعاليات مختلفه حسب الجيل وحسب كمان احتياج القصه. بالضبط. ليه قررتوا هاي السياسه؟ يعني انت بترسمي رسومات لاصدارات لادب الاطفال، صح، واللي هو عمل معقد على فكره باختيار الالوان والاشكال والرسوم، ولكن لما بتيجي بتقولوا كدارة حنان بدناش الولد يسمع، بدنا يعمل كمان. هن التنين مع بعض، هن التنين بيجوا مع بعض مثل بالضبط القصة. لما إحنا منفوت في القصة ومنعيشها، فإحنا في عنا تجربة السمعية أو القراءة، وفي كمان عنا التجربة البصرية. مرات الرسام هو مكمل كمان للقصة، مرات في الرسمات ممكن نشوف إشياء اللي هي أو نعيش عالم اللي هو مش مذكور كله بكل السطور بالقصة. وهم بيجي محل الولد إنه كمان هو يكون جزء من إصدار هذا العالم أو عالمه الداخلي هو. فممكن إنه إحنا من خلال القصص اللي بنقراها نبدأ نعطيه فكرة عن مثلاً طريقة سيرورة التفكير أو الإبداع أو أزمات أو حل مشكلة مثلاً، أو بناء شخصيات مختلفة. كيف إحنا بنبني شخصية بالقصة؟ هل بس بنستند على شو مكتوب، شو معطينا الكاتب، ولا في مساحة لإلنا كمان إحنا نقدر نتخيل عالمها الكامل بعيداً عن القصة؟ وهي منها فعاليات اللي بنعملها هون، وفي منها فعاليات أو بمجموعات مركزة، أو إنه في منها فعاليات موجودة دائماً بالمشغل للزوار اللي بيقدروا يعملوها فعاليات بسيطة مع أهلهم حتى بدون الإرشاد تبعنا.